النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، محمد الشناوي لحراسة المرمى، أمامه في القلب اتنين، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة. وزي ما أنا توقعت امبارح، أكرم توفيق بيروح باك رايت، ويحيى عطية الله بيروح باك ليفت، وأحمد نبيل كوكا بجوار مروان عطية في وسط الملعب، طاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو، حسين الشحات ووسام أبو علي. كده ادي 1 2 3 4 وامام عاشور 5 6 7 8 9 كده فاضل امام عاشور، صح يا جماعه؟ وامام عاشور. دي تشكيله النادي الاهلي اعزائي المشاهدين. خلينا نقولها تاني، محمد الشناوي لحراسه المرمى، اكرم توفيق ظهير ايمن، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ويحيى عطيه الله، احمد نبيل كوكا، مروان عطيه، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، وسام ابو علي وحسين الشحات. دي تشكيله النادي الاهلي، بنتمنى لها يا رب كل التوفيق، وان شاء الله تكون تشكيله الفوز والانتصار والحصول على كاس السوبر.